فيها السكر حامضة. مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. فيديو اليوم راح يكون عن اشهر الترندات على التيك توك، يعني الاشياء اللي مشهوره كثير على التيك توك ولاقت اعجاب كثير ولاقت فيوز كثير، حبيت اني اجربها معاكم. طبعا هو معروف يعني انه نفس الاكل اللي نحن بناكله، بس بيعملوا هم خلطات غريبه عجيبه كذا مع بعض، بيخلطوا اشياء مع بعض ما بتتركب، بس هم بيركبوها وبتصير حلوه معاهم. احنا الان راح نجربها سوا، وراح نشوف اذا هذه الاشياء حلوه راح تطلع معاي ولا هم بيعملوها كذا قدام الكاميرا فيك. وبس الله، خلونا الان ننتقل للمطبخ. ولكن قبل ما ننتقل، لا تنسوا اذا كنتوا هذه المره اول مره بتشوفوني فيها، فانا اسمي انا احمد وهذه قناتي. لا تنسوا تعملوا لي اشتراك وكمان تعملوا لايك للفيديو او اي فيديو عجبكم في القناه، ولا تنسوا كمان تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. والان خلونا يلا نبدأ. هذا الجزرة قشرتها وغسلتها وكل شيء، الآن راح نبشرها نفس الفيديو. الآن راح أحط الفلفل، كأني زودت، أحط الليمون، آخر شيء زيت زيتون. حسب اللي فهمته انه سوى زيت زيتون لانه كان بيلمع وكذا، فحطينا زيت الزيتون. راح اسوي له ميكس. شوفوا لانه هو فيه ليمون فشكله راح يبان انه مره لذيذ، يعني الطعم هذا اقصد انها راح تكون طعمته لذيذه، بس زيت الزيتون هو اللي معي مشكله فيه. ناسخ، ما حبيت كثير، بقول احب الليمون بس، يعني احب الجزر مع الليمون في السلطه وكذا، بس كخلطه كذا مع زيت زيتون لا ما حبيت. ننتقل اللي بعده. هذا الصحن وهذا الاوريو، طلع لي مكسر. بعدين الحليب، ما كثر ما راح يكثر. ملعقة دقيق، هذا البيكنج باودر علشان ينفخ. نقلب كأنه يبغاله شوية ماء. حليب، نضيف له شوية حليب. شكله لاحظت انه بدا ينفخ، راح ادخله الفرن. طبعا انا ما عندي مايكروويف، هو في المايكروويف راح يبقى لمده دقيقه، بس انا ما عندي مايكروويف فلذلك راح ادخله فرن، ما راح ادخله فرن الغاز، راح ادخله الفرن الكهربائي وراح اخليه تقريبا دقيقتين، لانه يعني الفرن عكس المايكروويف، المايكروويف اسرع، فالفرن راح يتاخر شوي فراح اعطيه دقيقتين. بدات تنسكب من الاطراف، الان مرت عليها تقريبا دقيقتين ولسه ما تسوت، عماله تنسكب وتطيح من الاطراف، فا اوبس. لا ايش هذا، راح اسوي كارثه الفرن، يخرب بيت التجارب. هذه الوصفه جدا جدا فاشله. يعني شوفي شكلها، شوفي شكلها. حابه اذوقها بس ما تشجع. طبعا ما لها ريحه، شميتها ما لها ريحه ابدا، بس شوفوا كيف عماله تسيح. تقريبا يمكن لانه مش بالمايكرويف، لانه بالفرن الكهربائي. بدق الطرف، بس بدق شويه عشان اعرف بس الطبقه كيف راح تكون. فيها السكر حامضه. لا فاشلة. طبعا
نسيت اني ما كنت اصور وعملت الملح، فهذه فيها ملح. وكمان الان راح احط الجبنة شيدر. طبعا انا عملت واحدة نص الكمية لان الوافل تبعي صغيرة، الجهاز تبع الوافل صغير، فعملت حبة واحدة تكفي. بس خلينا نشغل الوافل والحلوى عشان يسخن. لا ما ينفع بيض بدون فلفل عشان الريحة، الريحة تقتل بعدين، راح تكون ريحة البيض وزناخته مش طبيعية. اوكي بسم الله، راح ادهنها بشوية زيت. اول مرة اسوي بيض في الوافل. انتظر عليه دقيقتين. ماما بتقول لي لا تطول كثير في الوافل، يعني لا تخلي البيض كثير لانه البيض بيستوي بسرعة. والله والله شكله كيوت. شوف تحت. بسم الله. هي اللي في الفيديو سوتها خلتها لونها بني زيادة عشان يمكن يصير كريسبي. واو شوفي شكلها، عندها جبنة. ما عندي هذاك الشيء اللي هي سوتها، هذاك الشيء مش عارفة ايش هو اصلا، يمكن لحم مجفف، ما عندي، ما بنستخدمه في البيت. هذا اللي طلع، واو شكلها كيوت ومشهي. المفروض اوكي المفروض اكلها كذا زي الساندويتش، بس انا ما راح اقدر لانه ما احب البيض لحاله، يعني بيض اذا باكل بيض لازم خبز، اما بيض لحاله كمان في خس وطماطم بلا بيضه. راح اقسمها. يا جماعة والله مو متعودة اكل بيض لحاله مع خس. نفسي نفسي مش قادرة. خلاص خلاص انا اتخيل انه في انه انا باكل جبنة لحالها، تمام راح اتخيل مش اني باكل بيض. لا بابني اكلت شوية خس وشوية بيض بس لا ما قدرت. تدرون راح اكلها مع الخبز، اكيد راح يكون طعمه حلو لانه طعمة الجبنة كثير طاغية فطعمها الالد يعني، بس انه ما قدرت اكمل لاني ما احب البيض لحاله. هاكل هذه وراح ادخلها داخلها. ترى انه في الفيديو تبع اللي سويته في التيك توك بان انه البيض جدا كريسبي، يعني بيقرمش كذا كأنه عيش مع مش بيض، تمام؟ بس أنا عندي صار كذا، عارفين كيف رطب زيادة. مش بطال، طعمه حلو. من لحالة لحالة لا، بس مع الخبز أحلى. طبعا طغت طعمة الجبنة كثير أكثر من طعمة البيض نفسه، بس في شغلة أن ريحة البيض كلها صار ريحته بيض بسبب أنه الوافل ما أدري ليش طلع الريحة هذه كلها، بس مبدئيا طعمه لا حلو، يستاهل التجربة، يعني من الأشياء اللي ممكن أني أعيدها. بسباس يكون نفس حجم البسباس اللي موجود في الفيديو، ما لقيت، هذا طلع لي اكبر بسباسة. المهم حشيتها جبنة، طبعا صورت اني وصورت نفسي وانا احشيها، ف
بس للأسف اكتشفت ان انا ما كنت مشغلة التسجيل، كأني صورت الهواء. المهم ما في حاجة يعني جديدة، فخرجت اللي فيها من النص الحبوب وحشيتها جبنة، تمام. والآن راح أسوي لها تشيتوز، راح أغرسه في النص فيها، طبعا انفكت علي شوية من هنا بس معلش لأنه البسباسة صغيرة مو كبيرة. الله يستر، نحب البسباس الأخضر كده يأكله لحاله كده يحس بلهبة ويستمتع، أنا يغثيني لما أكله لحاله. اوكي راح نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. التشيتوز حار خنقني. طعمه مش حلو، بس اللي بيحب البسباس الأخضر راح يطعمه. كمان طعمة الجبنة طاغية، نفس اللي صار في البيض صار هنا. طعمة الجبنة كانت في البيض جدا طاغية، وهنا كمان طعمة البسباس مع الجبنة كده طعمة غريبة حبتين، بس ما حبيت. أنا اليوم أغلب الوصفات في الفيديو ما حبيتها. المهم وصلنا نهاية الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا فيه، ولا تنسى تعمل هذا الفيديو لايك وشير، وبسم الله أشوفكم فيديو جديد. باي باي.